الأصحاح العاشر من إنجيل معلمنا مار يوحنا. الحق الحق أقول لكم، إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف، بل يطلع من موضع آخر، فذاك سارق ولص. وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته، فيدعو خرافه الخاصة بأسمائها ويخرجها. ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه، لأنها تعرف صوته. وأما الغريب فلا تتبع بل تهرب منه، لأنها لا تعرف صوت الغرباء. هذا المثل قاله لهم يسوع، وأما هم فلم يفهموا ما هو الذي كان يكلمهم به. وقال لهم يسوع أيضا، الحق الحق أقول لكم، إني أنا باب الخراف، جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فليخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة، وليكون لهم أفضل. أنا والراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. وأما الذي هو أجير وليس راعيا، الذي ليست الخراف له، فيرى الذئب مقبلا ويترك الخراف ويهرب، فيخطف الذئب الخراف ويبددها، والأجير يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإني الراعي الصالح، وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني، كما إن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب، وأنا أضع نفسي عن الخراف. ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمعوا صوتي، وتكون راعية واحدة وراع واحد. لهذا يحبني الآب، لأني أضع نفسي ليأخذ أيضا. ليس أحد يأخذ مني، بل أضعها أنا من ذاتي. لي سلطان أن أضعها، ولي سلطان أن أخذ أيضا. هذه الوصية قبلتها من أبي. فحدث أيضا انشقاق بين اليهود بسبب هذا الكلام، فقال كثيرون
بي شيطان وهو يهزي. لماذا تسمعون له؟ آخرون قالوا ليس هذا كلام من به شيطان، ألعل شيطانا يقدر أن يفتح أعين العميان. وكان عيد التجديد في أورشليم، وكان شتاء، وكان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان. فاحتاط به اليهود وقالوا له: إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهارا. أجابهم يسوع: إني قلت لكم ولستم تؤمنون. الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي، ولكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي كما قلت لكم. خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطي حياتنا بدية ولن تالك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياه هو أعظم من الكون، ولا يقدر أحد أن يخطف من يدي أبي. أنا والآب واحدون. فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجموه. أجابهم يسوع: أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي، بسبب أي عمل منها ترجمونني؟ أجابه اليهود قائلين: لسنا نرجمك لأجل عمل حسن، بل لأجل تجديف. فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. أجابهم يسوع: ليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت أنكم آلهة. إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله، ولا يمكن أن ينقض المكتوب. فالذي قدس الآب وأرسله إلى العالم، أتقولون له أنك تجدف لأني قلت أني ابن الله؟ إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي، ولكن إن كنت أعمل فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا إن الآب في وأنا فيه. فطلبوا أيضا أن يمسكوه، فخرج من أيديهم ومضى أيضا إلى عبر الأردن إلى المكان الذي كان يوحنا يعمد فيه أولا، ومكث هناك. فأتى إليه كثيرون وقالوا: إن يوحنا لم يفعل آية واحدة، ولكن كل ما قاله يوحنا عن هذا كان حقا. فآمن كثيرون به. هناك
الأصحاح الحادي عشر من إنجيل معلمنا مار يوحنا. وكان إنسان مريضا وهو لعازر من بيت عنيا من قرية مريم ومرثى أختها. وكانت مريم التي كان لعازر وأخوها مريضا هي التي دانت الرب بطيب ومسحت رجليه بشعرها. فأرسلت الأختان إليه قائلتين: يا سيد، هو ذا الذي تحبه مريض. فلما سمع يسوع قال: هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله، ليتمجد ابن الله به. وكان يسوع يحب مرثى وأختها ولعازر. فلما سمع أنه مريض مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين. ثم بعد ذلك قال لتلاميذه: لنذهب إلى اليهودية أيضا. قال له التلاميذ: يا معلم، الآن كان اليهود يطلبون أن يرجموك وتذهب أيضا إلى هناك. أجاب يسوع: أليست ساعات النهار 12؟ إن كان أحد يمشي في النهار لا يعثر، لأنه ينظر نور هذا العالم، ولكن إن كان أحد يمشي في الليل يعثر، لأن النور ليس فيه. قال هذا وبعد ذلك قال لهم: لعازر حبيبنا قد نام، لكني أذهب لأوقظه. فقال تلاميذه: يا سيد، إن كان قد نام فهو يشفى. وكان يسوع يقول عن موته، وهم ظنوا أنه يقول عن رقاد النوم. فقال لهم يسوع حينئذ علانية: لعازر مات، وأنا أفرح لأجلكم أني لم أكن هناك لتؤمنوا، ولكن لنذهب إليه. فقال توما الذي يقال له التوام للتلاميذ رفقائه: لنذهب نحن أيضا لكي نموت معه. فلما أتى يسوع وجد أنه قد صار له 4 أيام في القبر، وكانت بيت عنيا قريبة من أورشليم نحو 15 غلوة. وكان كثيرون من اليهود قد جاءوا إلى مرثى ومريم ليعزوهما عن أخيهما. فلما سمعت مرثى أن يسوع آت لاقته
وأما مريم فاستمرت جالسة في البيت. فقالت مرثى ليسوع: يا سيد، لو كنت هاهنا لم يمت أخي، لكن الآن أيضا أعلم أن كل ما تطلب من الله يعطيك الله إياه. قال لها يسوع: سيقوم أخوك. قالت له مرثى: أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير. قال لا يسوع: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟ قالت له: نعم يا سيد، أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. ولما قالت هذا مضت ودعت مريم أختها سرا قائلتان: المعلم قد حضر وهو يدعوك. أما تلك فلما سمعت قامت سريعا وجاءت إليه، ولم يكن يسوع قد جاء إلى القرية، بل كان في المكان الذي لاقته فيه مرثى. ثم أن اليهود الذين كانوا معه في البيت يعزونها، لما رأوا مريم قامت عاجلا وخرجت تبعوها قائلين: أنا تذهب إلى القبر لتبكي هناك. فمريم لما أتت إلى حيث كان يسوع ورأته خرت عند رجلي قائلة له: يا سيد، لو كنت هاهنا لم يمت أخي. فلما رأى يسوع تبكي واليهود الذين جاءوا ما يبكون انزعج بالروح واضطربا، وقال: أين وضعتموه؟ قالوا له: يا سيد، تعال وانظر. بكى يسوع. فقال اليهود: انظروا كيف كان يحبه. وقال بعض منهم: لم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت. فانزعج يسوع أيضا في نفسه وجاء إلى القبر، وكان مغارة وقد وضع عليه حجر. قال يسوع: ارفعوا الحجر. قالت له مرثى أخت الميت: يا سيد، قد أنتنا، لأن له أربعة أيام. قال لا يسوع: ولم أقل لك إنما أنت ترين مجد الله. فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا، ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال: أيها الآب،
أشكرك لأنك سمعت لي، وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي، ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني. ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم لعازرو: هلم خارجا. فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطتان بأقمطة، ووجهه ملفوف بمنديل. فقال لهم يسوع: حلوه ودعوه يذهب. فكثيرون من اليهود الذين جاؤوا إلى مريم ونظروا ما فعل يسوع آمنوا به، وأما قوم منهم فمضوا إلى الفريسيين وقالوا لهم عما فعل يسوع. فجمع رؤساء الكهنة والفريسيون مجمعا وقالوا: ماذا نصنع؟ فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة، إن تركناه هكذا يؤمن الجميع به، فيأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا. فقال لهم واحد منهم وهو قيافة كان رئيسا للكهنة في تلك السنة: أنتم لستم تعرفون شيئا ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها. ولم يقل هذا من نفسه، بل إذ كان رئيسا للكهنة في تلك السنة تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة وليس عن الأمة فقط، بل ليجمع ابناء الله المتفرقين إلى واحد. فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه، فلم يكن يسوع أيضا يمشي بين اليهود علانية، بل مضى من هناك إلى القرى القريبة من البرية إلى مدينة يقال لأفرايم، ومكث هناك مع تلاميذه. وكان فصح اليهود قريبا، فصعد كثيرون من القوى إلى أورشليم قبل الفصح ليطهروا أنفسهم، فكانوا يطلبون يسوع ويقولون فيما بينهم وهم واقفون في الهيكل: ماذا تظنون؟ هل هو لا يأتي إلى العين؟ وكان أيضا رؤساء الكهنة والفريسيون قد أصدروا أمرا أنه إن عرف أحد أين هو فليدل
كي يمسكه والمجد لله دائما الأصحاح الثاني عشر من إنجيل معلمنا مار يوحنا. ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا حيث كان لعازر الميت الذي أقامه من الأموات، فصنعوا له هناك عشاء وكانت مرثى تخدمه. وأما لعازر فكان أحد المتكئين معه. فأخذت مريم مؤمنا من طيب ناردين خالص كثير الثمان، ودانت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. فقال واحد من تلاميذه وهو يهوذا سمعان الإسخريوطي المزمع أن يسلمه: لماذا لم يبع هذا الطيب بثلاثمائة دينار ويعطى للفقراء؟ قال: هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقا وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه. فقال يسوع: اتركوها، أنها ليوم تكفين قد حفظته، لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين. فعلم جمع كثير من اليهود أنه هناك، فجاءوا ليس لأجل يسوع فقط، بل لينظروا أيضا لعازر الذي أقامه من الأموات. فتشاوروا رؤساء الكهنة ليقتلوا لعازر أيضا، لأن كثيرين من اليهود كانوا بسببه يذهبون ويؤمنون بيسوع. وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آت إلى أورشليم، فأخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه وكانوا يصرخون: أوصنا مبارك الآت باسم الرب ملك إسرائيل. ووجد يسوع جحشا فجلس عليه كما هو مكتوب: لا تخافي يا ابنة صهيون، هو ذا ملكك ياتيك جالسا على جحشيتان. وهذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولا،
ولكن لما تمجد يسوع حينئذ تذكروا أن هذه كانت مكتوبة عنه وأنهم صنعوا هذه له. وكان الجمع الذي معه يشهد أنه دعا لعازر من القبر وأقامه من الأموات، ولهذا أيضا لقاه الجمع لأنهم سمعوا أنه كان قد صنع هذه الآية. فقال الفريسيون بعضهما لبعض: انظروا أنكم لا تنفعون شيئا، هو ذا العالم قد ذهب وراءه. وكان أناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد، فتقدم هؤلاء إلى فيلبس الذي من بيت صيدا الجليل وسألوه قائلين: يا سيد، نريد أن نرى يسوع. فأتى فيلبس وقال لاندراوس، ثم قال اندراوس وفيلبس ليسوع. وأما يسوع فأجابهما قائلا: قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان، الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية. إن كان أحد يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي. وإن كان أحد يخدمني ويكرمه الآب، الآن نفسي قد اضطربت، وماذا أقول؟ أيها الآب نجني من هذه الساعة. ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. أيها الآب مجد اسمك. فجاء صوت من السماء: مجدت وأمجد أيضا. فالجمع الذي كان واقفا وسمع قال: قد حدث رعد. وآخرون قالوا: قد كلمه ملاك. أجاب يسوع وقال: ليس من أجلي صار هذا الصوت، بل من أجلكم. الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا. وأنا إن ارتفعت عن الأرض يجذب إلي الجميع. قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت. فأجابه الجمع: نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يبقى إلى الأبد،
فكيف تقول أنت أنه ينبغي أن يرتفع ابن الإنسان؟ من هو هذا ابن الإنسان؟ فقال لهم يسوع: النور معكم زمانا قليلا بعد، فسيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام، والذي يسير في الظلام لا يعلم إلى أين يذهب. ما دام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور. تكلم يسوع بهذا ثم مضى واختفى عنه، ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به. ليتم قول شيء النبي الذي قاله: يا رب، من صدق خبرنا؟ ولمن استعلنت ذراع الرب؟ لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا، لأن شيء قال أيضا: قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. قال شيء هذا حين رأى مجده وتكلم عنه، ولكن مع ذلك آمن به كثيرون من الرؤساء أيضا، غير أنهم لسبب الفريسيين لم يعترفوا به لئلا يصيروا خارج المجمع، لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله. فنادى يسوع وقال: الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي، بل بالذي أرسلني، والذي يراني يرى الذي أرسلني. أنا قد جئت نورا إلى العالم، حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة. وإن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا أدينه، لأني لم آتي ليدين العالم بل ليخلص العالم. من رزلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه. الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير، لأني لم أتكلم من نفسي، لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا أتكلم. وأنا أعلم أن وصيته هي حياتنا أبدية، فما تكلم أنا به فكما قال للآب هكذا أتكلم. Oh.
والمجد لله دائم.